قبل ما حضرتك تتكلم بس عن الانتقاد، لان اللقطه دي على فكره اللقطه دي ده ولد صغير في بيحب نادي تشيلسي وراح للشناوي عشان يتصور معاه. قيمه الاهلي في ايه؟ الولد ده مامته بلجيكيه، مامته بلجيكيه، فعارفه ميشيل. جبت التفاصيل طبعا، كنت وراه. عارفه ميشيل يانكر كويس اللي هو مدرب حراس المرمى، هما بيشجعوا تشيلسي، ولكن عارفين قيمه الاهلي من اللي بيقولوا ميشيل على النادي الاهلي في بلجيكا. فالولد شاف محمد الشناوي فراح سلم عليه وتصور مع الولد الصغير، يعني راح شاف محمد الشناوي وتصور عليه وكتب كده على صفحته بعد كده لما رجع ونزلها وخد يعني قيمه استنى. الاهلي برضو. شفنا الطفل ده. انا كنت موجود معاه وانا في الصف الثاني ورا الشناوي على طول. شفنا الطفل ده وبينادي على الشناوي، هو ملامحه يعني مش حاجه مثلا احنا عاملينها عشان نتصور، والله بس الناس بتفتكر كده. لا لا لا، ملامحه اجنبيه. فاحنا شفنا واحد بينادي على الشناوي، ومسؤول الفيفا مانعين اختراق المشجعين لمكان لعيبه الاهلي. طبعا الشناوي اللي شاور له ان هو يعني وافق سيبه يعدي. فحصلت اللقطه الجميله دي بالظبط كده. فبرضه ده قيمه من قيم النادي الاهلي.